في عوامل كتير انا ما فهمتها بتنبه الانسان بيولاد وبتعذب، مش بس بيمسك وبيفرح البسط والفرح والاشياء دي بس مشان تبعده عن الواقع الحقيقي. يمكن حرمت مدم من بي ومن ام لانه دخلت بدايه ما انبسط بطفولتي وكنت بعيد عن الحنان وفكر انه انا ما في حدا ما بستحق حدا، يعني اقل واحد بالعالم ما بستحقه لانه انا اوطى شخص واقل شخص. كنت فكر حالي ابشع شخص. افتكر انه كان الاولاد يصوروا ورق، انا كنت لون احسن شيء طيارات، كل الصف كان يجوني ويعطوني ورق وصور لهم الون لهم. صرت صور بعدين صرت اعبر عن نفسي احسن. انا مآمن كثير بقوة الإنسان، إنه بيقدر الإنسان يعمل عجائب إذا هو بده، وبآمن بالجماعة ما بآمن بالشخص الفردي، يعني إذا واحد وحده ما بيعمل شيء الجماعة هي بتكون الفرد. وقعت بمشكلة إنه المرأة صارت تمثل عندي كل شيء، لأنه كنت يمكن بطفولتي ناقصة الأشجار، الخضار، الربيع، الصخور، المي، الهواء، البحر. أصبح المرأة من نافذة المرأة مثل الطبيعة والوجود. في ناس إذا بيحكوا شوية داخليتهم بيكتشفوا إنه هن كل واحد عنده موهبة من الموسيقى أو الشعر أو الأدب أو الفن، ولأنه ما عنده وقت بيلتي بغير أشياء. وبعدين الحياة لقدامي ودائما بلاقي لذة وفرح بكل شيء بيصير، حتى إذا صار لي حادث مؤلم بس تاني يوم تعود له بصير لاقي الحل إنه أنا مثل الناس ولا أكتر لا. Thank you.